أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن حكومة المملكة المتحدة ستواصل دعم المطالبات بوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية من أجل السماح بإطلاق سراح الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وقال سوناك في تصريحات تلفزيونية إن الحل القائم على دولتين يعد النتيجة الصحيحة للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن ما يحدث في الصراع يعد أمرا مثيرا للقلق بعد أن فقد الكثير من الأبرياء حياتهم. Now, when it comes to our energy security, we are still going to need oil and gas. 25% of our energy will come from oil and gas, even in 2050. Far better that we get that from here at home. Better for the economy, better for